السلام عليكم، معكم عزيز تيجاني حلاق مدينة تمارة. كنزاول هاد الحرفة هادي من 1996، اشتغلت في خارج الوطن صالونات كبار. الحمد لله دابا كتبت تجربة مزيانة، جيت نشتغل في البلاد ديالي، خصني غادي ندخل للبلاد وندير شي حاجة جديدة مغايرة على الصالونات الآخرين. الحمد لله لقيت إقبال من عند الزبناء، تندير المساج للراس، تندير الإسوان بيزال، الصبايا، لي كوب، كل شيء اللي كاين دابا ديال الشباب كاملين اللي كاين. عندي الصالون زين اللي كيتواجد مدينة تمارة في حي هذا واحد.